يعني يمكن الإجابة على هذا السؤال من خلال الأرقام التي تتحدث عنها وزارة الصحة. قالت أن خلال 48 ساعة كان هناك أكثر من 320 شهيد، بمعنى أن عدد الشهداء اليومي يعني لم يتغير، هناك شهداء في كل يوم يتجاوز العدد 100 شهيد في قطاع غزة بفعل استمرار هذه الغارات وهذا القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. هذه النقطة. النقطة الثانية أنه أيضا الأمر لا يتعلق بالتعداد بالرقم، ما يحدث في غزة ليس هو تعداد رقمي للشهداء بل هو أكثر من ذلك بكثير، يعني الكثير من هؤلاء الذين استشهدوا لديهم عائلات، لديهم قصص، لديهم حياة كانت، وبالتالي كل شخص يفقد في هذه الحرب الإسرائيلية ويستشهد وراءه عائلة يعني ما تزال تتألم وتتوجع وتشعر بألم الفراق وألم الفقد بشكل يومي، وتتذكر يعني الأيام التي أمضوها مع بعضهم البعض في هذه الأيام الصعبة والقاسية. وبالتالي الأمر لا يتعلق بالتعداد، وإن كان الرقم ما زلنا نتحدث عن أرقام كبيرة من الشهداء مع كل غارة إسرائيلية وكل قصف إسرائيلي يطاول هذه المناطق، وما زلنا نتحدث عن عمليات عسكرية برية إسرائيلية واجتياحات وعمليات تدمير كبيرة تحدث في المناطق والأحياء السكنية، أكثر من 350,000 وحدة سكنية تم تدميرها في قطاع غزة وفق أرقام المكتب الإعلامي الحكومي، يجري الحديث عن نحو 300 مدرسة ومركزا تعليميا تم تدميره في هذه الحرب، يجري الحديث عن أكثر من 200 موقع ومبنى أثري في غزة تم تدميره، وبالتالي هذه الحرب دمرت ماضي قطاع غزة مع تدمير هذه المناطق الأثرية، ودمرت حاضرها مع نسف منازل وأحياء سكنية وشوارع وطرق هي حديثة التشييد وجاءت بصعوبة بالغة وبتمويل مؤسسات دولية، وكذلك دمرت أيضا مستقبل قطاع غزة مع تدمير الجامعات والمدارس والعشرات منها، وبالتالي اليوم نتحدث عن عشرات الآلاف من التلاميذ وطلاب الجامعة إن ما انتهت هذه الحرب ستكون هناك معضلة كبيرة في استكمال المسيرة التعليمية في قطاع غزة، ما تبقى من المدارس الآن فيه آلاف العائلات النازحة، هؤلاء أين سيخرجوا بدون عندما لا يكون هناك بيت سيبقوا في هذه المدارس، وبالتالي هذه الحرب جاءت على كل شيء ولم يتغير شيء، بل بالعكس كل يوم تزداد يعني تكلفة هذه الحرب على الفلسطينيين، مع كل ساعة أيضا مع كل عملية تدمير وقصف إسرائيلية جديدة، عمليات قصف جديدة على قطاع غزة. بالإضافة إلى كل ذلك الخشية الآن أن هناك أطنان من الصواريخ سقطت في على قطاع غزة، هذه أيضا بعضها لم ينفجر، بعضها في باطن الأرض، تلوثت الأرض وتلوثت المياه، وبالتالي معضلة أخرى هذه بالنسبة أيضا لسكان القطاع، وبالتالي هذه حرب إسرائيلية تدميرية بكل معنى الكلمة، ولا تنفك المؤسسات والمنظمات الدولية في تقاريرها بالحديث عن أن غزة ما عادت يعني ليست قابلة للحياة وليس فيها أي مقومات من الحياة مع كل هذا التدمير الهائل الذي أحدثته آلة الحرب الإسرائيلية.